تعالوا نشوف جزء من الفيلم التسجيلي اللي عرض النهاردة في الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنين على تأسيس بيت العائلة المصري. بيت العائلة المصرية. عقب أحداث الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة في بغداد أواخر ديسمبر 2010 والاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية في مطلع عام 2011، طرح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فكرة إنشاء هيئة وطنية أهلية مستقلة باسم بيت العائلة المصرية، وحازت الفكرة ترحيب قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، فأصدر السيد رئيس مجلس الوزراء في يوليو سنة 2011 قراره بالموافقة على إنشاء هيئة مستقلة باسم بيت العائلة المصرية برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتناوب، يجمع بيت العائلة المصرية الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الكاثوليكية والكنيسة القبطية الإنجيلية والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وشخصيات كبرى من خارج الأزهر ومن خارج الكنائس، مسلمين ومسيحيين متخصصين في علوم الحضارة والأديان والتاريخ والاجتماع والقانون والشريعة والتربية. ومنذ إنشائه وإلى الآن لم تتوقف نشاطات بيت العائلة المصرية، وانطلقت الفعاليات في كافة ربوع مصر ومحافظاتها تنشد تعزيز قيم التسامح والتآخي الوطني ونبذ التعصب وقبول التنوع والاختلاف الإيجابي التكاملي والتركيز على القواسم المشتركة وتفعيلها ووأد الفتن وقطع الطريق على من يريدون بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري ونزع القناع الديني عن زيف المشاكل التي لا علاقة لها بالدين. فانتفض بيت العائلة المصرية لينجز الكثير من الأعمال الجادة، فعقد سلاسل من الندوات واللقاءات في مراكز الشباب والجامعات والمساجد والكنائس لتعزيز التسامح ونبذ التعصب وترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على النسيج الواحد للأمة المصرية وصيانة هويتها وتقوية الروابط الاجتماعية بين أبناء الوطن. كما دشن بيت العائلة المصرية العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية لغرس حب الوطن وإعلاء القيم الإنسانية في أعماق المصريين، مثل مبادرة معا نزرع شجرة أمل والبرنامج التدريبي لأني أب ومبادرة يد واحدة في الأزمات وغيرها الكثير والكثير، حتى وصل صدى هذه الجهود إلى كثير من بلاد العالم العربي والغربي، ودعوا لعقد مؤتمرات لبيت العائلة الكثير من بلدانهم. وهكذا كانت فكرة بيت العائلة المصرية منذ بدايتها فريدة في رسالتها، فريدة في أهدافها، مما جعلها محل إعزاز وتقدير لدى كل مصري ومصرية. مصر هي النموذج الأمثل والقدوة في التحاب والتآخي بين الأديان وبخاصة بين الإسلام والمسيحية. يشهد هذه الصورة التي نقدمها لكل أحد كيف أن مصرنا تعيش في هذه الوحدة وفي هذه المحبة، نصلي أن يديمها الله على الدوام. البابا شنودة الثالث رحمه الله كان هو يقول مصر وطن يعيش فينا وليست وطنا نعيش فيه. إن الحب الذي فينا لا يعرف تعصبا ولا تفريقا، فنحن أخوة في هذا الوطن. تظل مصر باقية إلى الأبد، فنحن معا نتعاون من أجل استكمال وبناء ودعم هذا الوطن. احنا بنؤمن ان الاسلام دين الرحمه والمسيحيه دين المحبه، وده هيزرع في شكل كتب وتدرس للتلاميذ في فصل واحد مسلمين ومسيحيين، وتدرس وتنشر في المساجد والكنائس وفي وسائل الاعلام كمان لاصلاح الخطاب الديني، لان هو يعني الثمره الاولى اللي اذا تحققت هتصلح اشياء كثيره جدا. لابد انه ابناء الوطن في الداخل وفي الخارج يقفوا خط واحد عشان احنا قدام هدف واحد وهو الوطن.
نحن بحاجة إلى تفعيل القيم العليا وتوعية الأبناء والشباب استشرافاً للمستقبل حتى تسود المحبة والمودة بين أبناء الشعب المصري. هناك لحمة وطنية حقيقية في درجة عالية من الاعتدال وعلينا نبني عليها. بيت العائلة المصرية الذي يمثل نموذجاً فريداً يمثل التعاون بين القيادات الدينية المسيحية والإسلامية في مصر. محتاجين نرجع الحب لمصر، يبقى محتاجين إن كلنا نكون أعضاء بيت العائلة المصرية. الإمام الأكبر وبيقول إن أنا ما بقاش مسلم إلا إذا اهتميت بحقوق الأقباط في مصر. كل فئات وطبقات ومؤسسات وأنظمة الدولة المصرية تتكاتف معاً لوضع رؤية موحدة. بنخاطب شرائح كثيرة وعقول كثيرة من أجل أن نتحد جميعاً لبناء مستقبل أفضل لمصر. بناء شخصية مصرية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، نرجو أن ربنا يساعدنا في هذا الموضوع. حب الوطن يأتي حينما نجعله فوق كل الفتن وفوق كل المحاولات التي تضرب وحدته الوطنية. مصر بلادنا العزيزة والحبيبة والتي تربينا على أرضها جميعاً وننعم بالوجود فيها والانتماء إليها. مصر في تاريخها الطويل والعظيم وتاريخها الحضاري الذي علم المسكون كله. مصر التي وضعها الله كدرة في تاج البشرية وتاج كل الدول. فما أعرف أن مسجداً وكنيسةً بني في وقت واحد وانتهي في وقت واحد وبقصد تجسيد وتجذير مشاعر الأخوة والمودة المتبادلة بين المسلمين وإخوتهم المسيحيين، ما أعرف أن حدثاً كهذا حصل قبل أن نشاهد اليوم هذين الصرحين. المعنى اللي احنا بنسجله النهاردة هي شجرة المحبة اللي احنا غرسناها مع بعض، محبتنا لبعضنا البعض. الشجرة دي لسه عايزة يتحافظ عليها ونخلي بالنا منها ونكبرها لغاية لما ثمارها تخرج من مصر للعالم كله. احنا واحد وحنفضل واحد. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر علمت الحضارة للشعوب فتحت بيبانها، مصر للعالم منارة فخر لينا تفتكرها. مصر مسلمة.